يسلم منه عنده أجهزة كهربائية مثل خلاط أو مكيف أو بروجكتر وغيرها، لكن يلقى صعوبة في تشغيلها في البر أو في السيارة. جبنا لكم اليوم الحل، محول العجيب ممتاز بسلك طوله نص متر، يجي معاه 3 فياش، 2 ثنائي وواحد دولي، أقدر أشغل عليه أي فيش. 4 منافذ USB إذا حبيت تشحن عليها جوالك أو كشافك. يجي معاه فيوز خارجي يحمي سيارتك وجستك، وكذلك يحتوي على فصال. هذه تجربتنا له. طبعا زي ما تشوفون الحين هذا المحول شابكين احنا على ولاعة السيارة والمكيف مشبوك عليه. نجرب نشغلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو المكيف، اشتغل على اقوى دفع هواء.